اهلا وسهلا بيكم. النهارده عندنا ضيف مميز هيكلمنا عن موضوع يهمنا كلنا جميعا رجاله وستات، وهو صناعه التجميل وعلاقتها بالمشاكل النفسيه اللي بنتكلم عليها في القناه، وخصوصا مشكله النرجسيه. سواء الشخص نفسه عنده مبالغه في تقدير نفسه من خلال شكله فقط فعايز يبلغ درجه الكمال شكليا، او العكس، شخص رجل او امراه واقع تحت تلاعب نفسي شديد سواء من الابوين او الشريك بشكل دمر ثقته في نفسه، فبيحاول يشتريها من خلال مصحيق التجميل وجراحات التجميل بشكل مبالغ فيه عن الطبيعي. والموضوع ده مهم مش بس للستات اللي أدمنوا مصحيق وجراحات التجميل وبدأوا كمان يضغطوا على بناتهم الصغيرين يبتدوا من سن صغير جدا، ولكن مهم للرجالة كمان عشان يضبطوا توقعاتهم من زوجاتهم ويبطلوا يبالغوا في الطلبات الخرافية أو يهددوا بترك الزواج، أو لو الزوجة ما خضعتش للي بيطلبوه مهما كان مبالغ فيه أو غير ممكن التحقيق. معانا النهاردة الأستاذ الدكتور وائل صقر، أستاذ جراحة التجميل، عضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح، ومندوب مصر لدى الجمعية الدولية لجراحي التجميل. تشرفنا جدا جدا بتشريفك لنا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور سحر، أنا سعيد جدا جدا بتواجدي مع حضرتك في القناة الجميلة بتاع حضرتك والمستمعين المحترمين بتاع سيادتك. وأنا يعني كان ليا الشرف الحمد لله ان انا الاطلاع على بعض الحلقات القديمه، واللي شايف اهتمام سيادتك واهتمام متابعينك بمواضيع هامه جدا للمجتمع، وده جزء كبير من دورنا هو التوعيه والوصول للناس بالحاجه ان شاء الله تكون محترمه جدا. اشكرك جزيلا يا دكتور، ودي شهاده نعتز بيها طبعا. شكرا جزيلا لحضرتك، ويا ريت يعني تبقى متابع معانا وتقول لنا ارائك في اي حاجه بنقولها باذن الله لو كانت متعلقه بحاجه تانيه. وأنا سعيدة أن احنا تقابلنا. أنا قابلت دكتور وائل في أحد نقاشات كلاب هاوس، ولفت نظري جدا طريقة عرض حضرتك للموضوع من جانب أخلاقي ومهني، فقلت لازم نستضيفك نستفيد بعلمك وضميرك المهني، فشكرا جزيلا على تشريفك لنا النهاردة. شكرا دكتور وائل. الجمال، حبنا للجمال شعور فطري، أكيد كلنا نفسنا نشوف كل حاجة جميلة حوالينا، وكلنا نفسنا نكون شكلنا جميل، ولكن إمتى يتحول هذا الشعور الفطري لشعور مرضي محتاج تدخل طبي؟ إزاي تقديرنا لقيمة الجمال الشكلي فقط لو زاد عن حده يتقلب لضده وممكن يؤذينا نفسيا وجسمانيا من وجهة نظرك كمتخصص؟ هو حضرتك بداية علشان إحنا عندنا يعني هو التجميل نقدر نقول هو سلاح ذو حدين، يعني هو في ناس فعلا بتبالغ فيه قوي، وعلى الجانب الاخر حضرتك للاسف في ناس بتحرم منه قوي، يعني بتتكسف جدا منه. طب فين بقى الحل الوسط؟ يعني فين امتى اقول انا في الميزان الصح، وفين انا مبالغ في اي ناحيه من ناحيتين؟ يعني في بنت بتبقى جايه مكسوفه جدا ان هي جايه بتطلب حاجه، وانت بتطلبي حاجه طبيعيه حضرتك. فاحنا دايما بنقول مرجعنا الحقيقي في صحه، دايما المرجع هو الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها. تمام. ربنا خلقنا طبعا على طبيعه جميله جدا جدا جدا. يوجد في بعض الحاجات بقى يعني انحراف بسيط عن الطبيعه، احنا عايزين نرجع، او حصل بعض التغيرات نتيجه الزمن، التغيرات نتيجه الحمل والولاده، التغيرات نتيجه زياده الوزن. انا بس عايز ارجع الشيء للطبيعي، هو دوت المعيار اللي احنا بنرجع ليه دايما، احنا بنرجع الشيء للطبيعي، مش بنعمل حاجه مش طبيعيه. ده كلام جميل جدا، ان احنا بنرجع للطبيعي اللي ربنا خلقنا عليه، مش بنبالغ في محاوله حشر نفسنا في نموذج خرافي مثالي مبالغ فيه جدا، مش كده؟ صح كده بالظبط. تمام. طيب عايزين حضرتك تثقفنا شوية عن تعريف جراحة التجميل كتخصص طبي مهم، لأن معظم الناس متخيلين إننا ما بنقول جراح تجميل ده دكتور الشفط والنفخ وشد الجلد وتصغير الأنف وتوسيع العيون، اللي هو شغل المشاهير والإنفلونسرز والحاجات دي. تخصص جراحة التجميل في كلية الطب بيغطي إيه يا دكتور؟ وكم نسبة جراحة التجميل اللي إحنا نعرفها اللي هي بتاعة تجميل الشكل دي من غير ما يكون فيه مشكلة حقيقية، يعني من إجمالي العمليات اللي حضرتك تعملها؟ حضرتك هو جراحه التجميل تخصص مهم جدا، وزي ما حضرتك قلت التوعيه مطلوبه. انا عايز اقول لك التوعيه ساعات بتبقى مطلوبه داخل الجامعه. انا كرئيس قسم جراحه التجميل ابتدي اكلم العميد واكلم رئيس الجامعه، احنا محتاجين ميزانيه، فانا محتاج اقول له في الاول احنا ايه هو اللي معني بيه قسم جراحه التجميل، عشان نقدر نقول احنا مش بنعمل حاجات تجميليه. جراحه التجميل بتغطي اللي انا هقوله دوت. اولا بتغطي جزء كبير جدا من الحروق واثار الحروق، يعني علاج الحروق هو تخصص جراحه التجميل، وعلاج تشوهات ما بعد الحروق هو تخصص جراحه التجميل. ادي جزء كبير. الجزء الثاني جزء العيوب الخلقيه. بيحصل بعض الاطفال يتولدوا بعيب في الاصابع، عيب في الشفه الارنبيه، عدد الاصابع زياده، عيب في مجرى البول، دي كلها عيوب خلقيه ظاهريه
يختص بها جراحة التجميل لإجراء جراحات لتعديل هذه العيوب. بتعوق الفانكشن بتاعت العضو، يعني بتخلي عضو الجسم الانسان اللي فيه المشكله دي مش بيشتغل بشكل طبيعي، فاحنا بنرجعه للطبيعي. طبعا طفل عنده شفة أجنبية مش عارف يرضع، بالظبط. فمش هينمو، فلا دي حاجات مهمة جدا. طفل برضو عنده عيب في مجرى البول فمش طبيعي، فدي حاجات مهمة جدا جدا برضو، ما كانش معروف إن جراح التجميل هو اللي بيعملها. فخلصنا الحروق وخلصنا العيوب الخلقية. جزء مهم تاني، جزء تصليح ما بعد استئصال الأورام. بالظبط. يعني جراح الأورام يستأصل الورم وبعدها المريض عايز يرجع لطبيعته. يعني لا قدر الله ورم في الوجه فشال منه جزء، فعايزين نرجع الجزء سليم تاني. الحمد لله رب العالمين حصل تطور شديد جدا جدا في جراحات تجميل الثدي، لان خلاص مرض سرطان الثدي بقى دلوقتي مرض قابل للشفاء الحمد لله، مع تطور العلاج الكيماوي والاشعاعي والعلاج التوجهي. فبقى مريض سرطان الثدي لو اكتشفت بدري ان شاء الله يبقى نسبه الشفاء اعلى من 90%. فمش معقول تعيش انثى بلا ثدي. بالظبط. فبالتالي تجميل او استعاده وظيفه الثدي للمراه او شكل الجميل تاني، لان هي عايزه ترجع تعيش انوثتها تاني. فاللي هو اصلاح ما بعد الاورام، احنا خلصنا 3 بنود اللي هي الحروق والاورام والعيوب الخلقيه. عندنا كمان حاجه اسمها جراحات كسور الوجه والفكين. كسور الوجه والفكين في الحوادث، كسور لعظم الوجنه والوجه، تثبيت هذه الكسور تخصص جراحة التجميل. جراحة اليد بقى منها إصابات أو عيوب خلقية برضه في اليد. إصابات اليد كتيرة جدا جدا بقى، ما بين عمال في ورش أو كلام من ده، كل جراحات اليد تبع جراحة التجميل. نيجي بقى للنسبة اللي كل الناس مستنياها، اللي هي جراحات اللي بنسميها إثاتيك أو كوزمتيك أو تجميلية حقيقية. اللي فات ده كله كان يسمى إصلاح أو تكميل، تمام. لكن التجميل الحقيقي اللي هو ما بين 15 إلى 20% اللي هي عمليات تجميل الثدي وتصغير الثدي ورفع الثدي، إعادة شد البطن بعد الولادة، شد الذراعين، تجميل الجفون، تجميل الأنف، تجميل الوجه. كل الحاجات دي على بعضها تساوي بالنسبة لنا في المنهج بتاعنا أو في عدد جراحات التجميل من 15 إلى 20%. من 15 ل 20% فقط من التوتال اللي حضرتك بتعمله، يعني مش ده بس هو جراحة التجميل. بالظبط كده. عشان نشرح للمستمعين والمستمعات بيسمعونا من جميع أنحاء العالم إنه الموضوع أكبر بكتير من مجرد يعني حاجة بسيطة تجميلية عشان نطلع حلوين في الصور يعني. طيب حضرتك، والحاجات يعني دي العمليات يعني بالنسبة لنا إحنا تكنيكال، يعني العمليات اللي هي التجميلية دي هي العمليات الأسهل، العمليات الأولانية هي العمليات الأصعب يعني. فطبعا يعني لازم الدكتور يكون محنك جدا في جراحة الإصلاح عشان يقدر يعمل جراحات السهلة دي بسهولة إن شاء الله. تمام. طيب حضرتك يا دكتور بتشتغل في التجميل، فمين بالنسبة لك الست الجميلة؟ تعرفها ليك بالنسبة لك كرجل، هي اللي مقاييسها الشكلية تقترب من المثالية ولا الموضوع أشمل من ذلك؟ بصي أنا أحكي لحضرتك حاجات لطيفة كده، يعني من بعض بعض يعني ساعات بتخش لي سيدة داخلة من باب العيادة عندي، حجزت السكرتيرة دخلتها، جت تقعد على الكرسي، أنا بصيت لوشها عندها عيب بسيط كده في الأنف، فهي تقعد حاج ايه اللي مضايق حضرتك؟ في الاول وانا شاب صغير كده اقول لها حضرتك طبعا الانف مضايقك في كده، تقول لي لا انا مناخيري مش مضايقني. انا شفتها ببعض مقاييسي. بالظبط كده. امال ايه اللي مضايق؟ امال ايه اللي مضايق حضرتك؟ مضايقني كذا كذا كذا، انا مثلا عندي دهون في الحته الفلانيه عايز اعمل شخص. وبالتالي حضرتك هي الجمال او الحاجه دي هي نسبيه شويه، وبالتالي نقدر نقول الست المراه اللي راضيه عن نفسها هي مراه جميله. وهو ده اللي احنا بنزرعه في الست قبل اي عمليه حتى. انت انسانه جميله بنفسك وكل واحده فيها الجمال بتاعها. انت عايزه توصلي للجمال، توصلي للجمال. بس لازم توصلي للجمال بنفسك، لنفسك. بالظبط. يعني بنفسك ولنفسك، دي حاجه مهمه جدا. انت بتعملي العمليه دي عشان تبقي احسن، تبقي اكثر ثقه في نفسك. فطبعا لازم الست تبقى الاول راضيه عن نفسها. مش بقول لها لا ما تعمليش، ودي حاجه برده مهمه جدا جدا يعني، لان بتجيلي بنت مثلا مع مامتها عندها 22 25 سنه داخله على سن الزواج ولم ينمو ثدي النمو الكافي، ورغم ان وظيفته في الرضاعه بتكون مستمره لكن شكلا وحجما مش كافي، فبتبقى مكسوفه جدا جدا. نفسي اعمل ثدي كبير وانا مكسوفه. حضرتك يا فندم مش ما فيهاش كسوف، انت بتعملي باسترجاع الشيء لاصله علشان ترجعي تاني كذا كذا كذا. فبالتالي انت ما تلوميش نفسك والعمليه تبقى بسيطه وترجعي تاني طبيعيه وتزيد ثقتك في نفسك، وبالتالي هي دي المراه الجميله بالنسبه لنا، تبقى راضيه وعارفه هي بتعمل ده ليه. يعني دي حاجه مهمه. تمام.
تمام، وان الانسان ثلاثي الابعاد، فلازم الشكل بس لوحده مش كفايه عشان يبقى انسان جميل، لازم يبقى عقله جميل وقلبه جميل وروحه جميله عشان يبقى شخص متكامل، سواء كان رجل او امراه، مش شكل فقط. طيب هل دكاتره التجميل يا دكتور دارسين علم نفس بحيث يقدروا يكتشفوا ان المريض او المريضه اللي رايح لهم ده رايح بمشكله نفسيه، يعني مش محتاج عمليه، لا محتاج يستعيد ثقته في نفسه او يخرج من علاقه مسيئه او يعني يفكر بشكل مختلف، يغير نظرته لنفسه وللحياه، هل دكاتره التجميل ملمين بالجوانب دي؟ حكي ده بسألين سؤال محرج، السؤال ده طبعا يظهر بعض ما انا عارفه المناهج بتاعتنا. لان احنا فعلا، لان هو ده الفخ اللي احنا بنقع فيه. الفخ اللي بنقع فيه ان احنا لو احنا مع الحماس الشديد، خلي بالك حضرتك احنا عندنا معايير تشريحيه، المعايير التشريحيه دي بتقول لو انا عندي انحراف عن التشريح الفلاني، ان حجم الانف اقل من طبيعي او اكتر من طبيعي او منحرف عن الطبيعي، او حجم الثدي دوت منحرف عن الطبيعي، اصلحه. ليه؟ من غير ما ابص للحاله النفسيه. فاحنا لما اندفعنا في العمليات بدون النظر للحاله النفسيه، نصلح المريض او المريضه من الحاله التشريحيه وهو ما يصلحش نفسيا، فلازم نكون احنا جادين في القصه ديت. والحمد لله احنا بالنسبه لنا مع تطوير مناهج جراحه التجميل مؤخرا، الكليه عندنا عملت منهج جديد، والمنهج الجديد قالت احنا بنطور الدراسات العليا، فعملوا حاجة يا فندم اسمها الكورسات الإلكتف، الكورسات الاختيارية. وسابوا لكل رئيس قسم يختار الحاجات اللي ريليتد أو ليها علاقة بالتخصص بتاعه. ففعلا أنا اخترت علم النفس والكمبيوتر، لأن الكمبيوتر مهم جدا بالنسبة لنا، والتصوير. أكيد أكيد الحاجات بالظبط. اللي أنا اخترتها عندي يعني. طبعا مش أنا اللي هدرسها، أنا بختار يا إما بنحتاج حد من قسم علم النفس في الآداب أو دكاترة السيكايتري اللي عندنا في الكلية يشاركوا معانا، لان احنا عندنا حاجات انا مش دارسها قوي قالوها لي بتوع نفسيه، حاجه بقى انا مش عارف حضرتك تكوني تقدري تترجميها من تخصص حضرتك، اللي احنا بنسميها بادي ديسمورفيك سندروم، انا مش عارف. كنت لسه هسال حضرتك على الديسمورفيا، بس اي اتفضل حضرتك. فطبعا كانوا هم بيحذروني، خلي بالك والنبي يا دكتور وائل، لا يجي لك عيان من دول انت مش هتخلص منه، هتعمل العمليه وهيمسك فيك وهيقول لك لا انت ما صلحتليش اللي انا عايزه. فبالتالي احنا محتاجين طبعا نزود في المناهج بتاعتنا، احنا مش دارسين فعلا، بس لازم نكون معنيين جدا، او لو احنا مش معنيين يبقى انا المريض اللي اشك فيه لازم اعمل له اسسمنت او تقييم ما قبل العمليه بزميل من علم النفس او سايكاتري. تمام، وبما اننا اتكلمنا عن الديسمورفيا، انا في حلقه سابقه اتكلمت عن مشكله فقدان الثقه في النفس وادمان عمليات التجميل، ففي بحث حديث هبعت لحضرتك اللينك، هو انترستنج جدا، بيتكلم عن حاجه اسمها سناب شات، برنامج الشات سناب شات ديسمورفيا. من كتر ما الناس بتحط فلترز على صورها في السوشيال ميديا، بدأ أطباء التجميل في أمريكا يجي لهم ناس يقولوا لهم اعمل لنا عملية عشان يبقى شكلنا شبه الفلتر اللي بينعم الجلد خالص ويكبر العينين ويصغر المناخير، عشان صورنا تطلع حلو في السيلفي. ده الفوكس بتاعهم، انهم عايزين يطلعوا شكلهم جميل في السيلفي. فاحنا يعني طبعا وصلنا لمراحل غريبه من التشوه النفسي بسبب السوشيال ميديا وبسبب الضغوط الاجتماعيه والترويج من الانفلونسرز على السوشيال ميديا لنوعيات من العمليات مبالغ فيها جدا، ومش بالضروره تكون صالحه لكل الناس. فايه المخاطر يا دكتور والاعراض الجانبيه لجراحات التجميل عموما وغير الضروريه تحديدا، عشان بس ننبه الناس ان ما فيش اي بروسيجر طبي ولا اي دواء من غير اعراض جانبيه، فايه المخاطر، ايه بعض المخاطر؟ يعني انا الكلمه اللي حاجه يعني نوهت ليها حكايه ان احنا ودي طبعا انا في الاخر برجع الوم الدكاتره فيها، لا تنجرف وراء رغبات المريض، لا فيسبوك سناب شات سيلفيز الحاجات دي كلها فعلا زودت اهتمام المريض ووعيه شويه، بس انا لازم اوقفه، لازم اقول له ايه صح وايه اللي ينفعك وايه اللي ما ينفعكش. وبالتالي انا بالنسبه لي انا شخصيا يا دكتوره زودت حاجه كده، احنا دايما عندنا حاجه اسمها معيار اختيار العمليه الجراحيه لهذا المريض، هل المريض محتاج عمليه جراحيه ولا لا. المعيار واضح جدا في كل جراحات التجميل العاديه اللي انا قلتها قبل كده، اللي هي التكميليه او الاصلاحيه بتاعه الاورام وبتاعه الحروق وكلام من ده او التشوه، هي المعايير نسبيه شويه في معايير التجميل اللي احنا بنتكلم عنها دي. فانا دايما بقول ارجع الاول للمعيار التشريحي واقول المريض دوت عنده تشوه تشريحي او بعد او ديفيشن او انحراف عن الطبيعي، فاقول له انا محتاج ارجعك للطبيعي. وبالتالي المريض دوت اقول له لما هرجعك للطبيعي هتبقى انت كويس،
هنيجي بقى لنسبه من المرضى هم طبيعيين تشريحيا لكن ستيل لسه محتاجين، ودول محتاجين مقاومه شديده جدا 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 من كل الدكاتره، لان انا ممكن انا كدكتور ارفض اعمل عمليه غيري يقبل بالظبط. فطبعا انا ارى ان هي ده، وده بالنسبه لي انا بزوده اسمه المعيار الاخلاقي او الاجتماعي في اختيار العمليه الجراحيه. ساعات انا بقول يعني ساعات انا بزود هذا السؤال للمريض، اقول لها حضرتك انت بتعملي العمليه دي ليه؟ يعني انا بالنسبه لي يمكن اكمني برضو مش دارس علم نفس فبحاول بس اوصل، فبقول لها حضرتك انت بتعملي العمليه دي، اللي هتقول لي انا بعمل العمليه علشان انا شايفه ان عندي تهدل في الثدي مثلا بعد الرضاعه، فانا ما كنتش كده وانا بنت، ده معيار التشريحي، انا وهي على تراك واحد، فاحنا هنتكلم صح. لكن اللي بتقول لي اصلا انا بعمل العمليه ديت علشان جوزي، انا كنت لسه هسالك انك قابلت نموذج الست اللي بتطلب عمليه احسن جوزها يسيبها وبتنصحها بايه؟ يعني ده كان السؤال الجاي. فاه هايل. او علشان كذا او علشان كذا او لا لو سمحتي هنأجل الاجابه على الحكايه دي. لا، لكن انا بقول ان احنا اللي بتعمل عمليه علشان معيار غير المعيار التشريحي لازم نكون حذرين، ولازم ننبه حضرتك يا فندم هتعملي عمليه ومش هتبقي راضيه. طب التعرض للبنج الكلي، يعني الناس عايزه تفهم، محتاجين ناس كتير تعرف ان ده تعرض لبنج كلي وعمليه، ويعني ليها مخاطر، ليها سايد افكتس، فايه بعض السايد افكتس يا دكتور؟ طبعا ليها مخاطر للامانه، يعني التطور في الحاجات دي بقى عالي جدا، فالامان بقى فيه عالي جدا، بس برضو لما ربنا يدينا الامان ما استخدموش اكتر من اللازم، لان انا حضرتك ربنا قال يعني انا بس انا بفترض ان انا النهارده عملت عمليه مش ضروريه، وبعد لا قدر الله اسبوعين ثلاثه شهر جالي زايده او جالي حادثه فهضطر اخد بنج تاني. فخلينا دايما نحتفظ باحتياجاتنا الى الحاجات الضروريه. الحاجات الضروريه الكبيره بالظبط. طيب بالنسبه بقى لنموذج الست الغريبه اللي جايه تطلب عمليه احسن جوزها يسيبها، حضرتك قابلت النموذج ده وبتنصحها بايه لما تجي لك؟ يعني لما بتلاقي حد بيقول لك الكلام ده بتوافقها ولا بتنصح؟ طبعا الاول انا كنت ببقى متعاطف قوي معاهم، هو الرجاله بقى اصناف، الله اعلم هو قال الكلام ده بناء على ايه، لان هو اساسا مقرر ان هو مش بيحبها هيسيبها بالظبط، او تافر، هو راجل عينه زايغه، هو راجل يعني عنده 100 مبرر بقى، او عنده توقعات خرافيه لانه بيقارنها بمممثله او مشهوره مش بالضروره تكون هي تقدر توصل للشكل ده، وما عندهاش فلوس تعمل نفس العمليات اللي حد دافع ملايين عشان يعملها. فبقول لها حضرتك ارجوكي ما تعمليش العمليه عشان جوزك، او افهمي كويس ان جوزك لو هو شايف انك مش كويسه هتفضلي في عينه مش كويسه، هيقول لها انت عندك جرح، لا انت ما وصلتيش 100% من اللي انا عايزه، لا انت ما عملتيش كذا، فانت اعمليها لنفسك وخلاص. انا هحكي لك تجربه طبعا بدون اسماء. انا جات لي مريضه، المريضه ديت وبرده كانت من 20 سنه كده، كنت في بدايه حياتي، وقالت لي انا حصل كذا 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 وعايز اعمل العمليه دي، لان انا شكلي اتغير، وفعلا كان شكلها اتغير. ففي وسط ما هي بتحكي لي بتقول لي اصل كان جوزي متضايق وهيطلقني وكذا وكذا، بس انا بيني وبينك يا دكتور انا لما بصيت لنفسي قلت هبقى مبسوطه هبقى احسن ما عملتها، وعملت لها العمليه. عايز اقول لحضرتك ان جوزها اللي جالي معاها مره قبل العمليه، ثاني مره في المتابعه ما جاش، ثالث مره في المتابعه ما جاش، هي ساتسفايد وراضيه جدا عن شكل العمليه وطايره من الفرحه. فبقول لها جوزك ما جاش معانا ليه؟ بالظبط بالظبط، ده بالظبط اللي انا كنت عايزه اوصل له، انه لو في حد بالظبط بعد عمليه ثلاث اسابيع، رغم ان هي الحمد لله ان هي وصلت نتيجه اكتر من 90%، هي راضيه وانا راضي الموضوع مش شكل اصله، يعني ما فيش علاقه في الدنيا هتقوم على الشكل فقط، ما هو لو ما فيش بينهم حاجه تربط بينهم هو في الاخر هيسيبها برضه، ما فيش. ولو هو بيدور على جمال فقط، طب ما هو كل واحد فينا فيه اجمل منه في الحياه، فهل معنى ذلك انه هيقابل كل ما يقابل واحده احلى منها هيسيبها ويتجوز اللي احلى منها؟ هو اللي مش سوي في هذه اللحظه بالظبط، هو حضرتك اللي مش سوي. وده احد اسباب ليه انا سالت حضرتك هل دكاتره التجميل متبحرين في علم النفس ولا لا، لان دي كلها مشاكل، ده المانيفستيشن بتاعها، يعني ده الاعراض، دي مش المشكله، ده العرض. فيعني ارجو ان حضرتك بما انك في الجامعه وكده ان انت تشجع معانا ان الجانب ده من الطب الناس يعني تاخد معاه، مش ما يبقاش الكتف بقى، يبقى مانداتوري ان هم ياخدوا حاجه. يا ريت يا ريت يا ريت يا دكتور.
طيب عندي سؤال تاني، وهو احنا كستات بنشوفه كتير جدا في مجموعات النسائية على فيسبوك وعلى السوشيال ميديا، انه الامهات بدأت تشجع بناتها الصغيرات جدا، يا اما البري تينز اللي قبل حتى 13 سنة، يا اما ساعات اطفال يعني من سن 4 سنين. احنا بنشوف حاجات غريبة جدا، ان ام بتقول عايزة اركب لبنتي اكستنشنز، عايزة اعمل ليزر لطفلة عندها 9 سنين عشان تشيل شعرها، حاجات غريبة جدا. ف هل ده يعني حضرتك بتقابل النموذج ده، وخصوصا لو ان الجلد تشوه بدري قوي كده عمره ما هيستعيد نضارته الا بمزيد من عمليات تجميل طول عمرها؟ فيا ريت حضرتك تنصح الامهات نصيحتك كأب بقى، انه ازاي يحافظوا على بناتهم وما ينجرفوش ورا الضغط ده. بص حاجه، انا كمان كمني احنا بنتعرض، عامل زي يكون احنا شويه عياداتنا هي مرآه للمجتمع، فاحنا الحاجات جرس الانذار بيدق في عياداتنا بدري. ففعلا اللي حضرتك بتحكيه دوت لما كان بيجي لي من 10 سنين كنت بتخض جدا منه، وبعدين انا الحمد لله ربنا بيرزقني يعني المعيار، يعني مش ادعاء شطاره، لكن المعيار الاخلاقي دوت بيرن في دماغي، وبعتبر البنت دي بنتي، ف يا ترى هو اللي انا بعمله صح ولا غلط؟ دي حاجه مهمه جدا. فانا دايما برجع لكل حاجه من دول، الاول العلم، ابتدي اقول هو الليزر ينفع يتسلط على جلد طفل ولا لا، وارجع اشوف العلم قال ايه بالظبط. طب هو انا ينفع اعمل عمليه تجميل انف لطفله عندها 15 سنه؟ بنرجع كتير جدا لابحاثنا عشان نبتدي نشوف، لان حضرتك لو عملنا عمليه تجميل مثلا لطفل انف مثلا لطفل عندها 15 سنه وفعلا عندها عيب، احنا عملنا arrest of growth يعني توقف نمو لهذه لعظام الوجه لمده مدى الحياه. فيا ترى فلازم نرجع الاول للمعيار العلمي، والمعيار العلمي دايما بيقول ما دون سن الطفوله، ما دون سن الطفوله بتاعنا بقى اللي هو سواء اتعرف 18 سنه او غيره، ممنوع نعمل اي عمليات الا لو كانت من النوع اللي احنا حكيناه في الاول، اللي هو او اي تدخلات حتى اللي هو كانت من النوع لا قدر الله عيوب قنطيه او استئصال او رام او حروق. لكن العمليات التكميليه او الليزر او التدخلات او حقن الفيلر او حقن البوتوكس او الحاجات دي كلها ممنوع تماما، العلم يمنعنا تماما 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 ان احنا نعمل اي حاجه قبل اكتمال نمو الاطفال. بالاضافه الى جزء برضه اللي انا مش دارسه وحاجة بقى هتفيد المستمعين فيه اكتر، الى التشوه النفسي. الطفله انا ما اعرفش هي جوه نفسها ثقتها في نفسها هتبقى شكلها ايه؟ ما اعرفش هي اعتمادها على حاجه زي كده من وهي طفله بقى. او انا لما كنت اروح النادي واشوف بنت مع بناتي في السباحه او كده بيلعبوا، عارفه الاطفال وهم صغيرين ممكن تخرج بقى مامتها تسرح لها شعرها، فالاقي طفله مثلا عندها 8 سنين او 9 سنين ابقى حاسس ان مامتها كين قوي ان هي بعد ما تخلص تمرين السباحه تاخدها للكوافير تعملها شعرها. ليه؟ واو يعني خبر ابيض. ليه؟ ليه بدري كده قوي وليه في السن دوت وهي في وسط البنات تبقى عامله كده؟ يعني ليه؟ ليه حتى طيب. البنت اعتقد هتحس ان هي اقل منهم او ان شعرها، او انا مش عارف نفسيا ممكن تعمل فيها ايه بالظبط. وممكن كمان طبعا العضوي بقى اللي هو كيف تعرضنا بقى الشعر وجذوره الى هذه السخونه والصبغات والحاجات دي من هذا السن بالظبط. وموافقه الاهل كمان بتعطي شرعيه لده، فبتخلي الطفله نفسيتها تكبر على ان هو ده الطبيعي ما دام ماما موافقه. يعني ما هو دايما الطفل بيستمد رؤيته للحياه من خلال الكبار بيقولوا له بيوافقوا او بيرفضوا، فهو لما يلاقي نظرتها لصاحباتها اللي ما بيعملوش كده بتبقى مختلفه مثلا، والمقارنه المستمره بينها وبين الناس بالظبط. طيب انا يعني انا عايزه اضيف كمان بعد اضافي من شغلي اللي هو تخصصي بقى في التواصل الفعال، عايزه انبه ان قراءه تعبيرات الوجه يا جماعه مهمه جدا في فهمنا لبعض، عشان كده خطوط التعبير حوالين العيون والفم والخدين لما بتختفي بالبوتوكس والحقن بتخلي الوش كانه قناع ما فيش فيه مشاعر، والابتسامه من غير خطوط التعبير اللي جنب العيون بتتحول لابتسامه صناعي بتحسس اللي شايفك ان انت بتكذب عليه، وبتفتعل الابتسامه من غير اي روح. وكمان رفع الحواجب المبالغ فيه للبنات الصغيرين بيكبر السن جدا، لان ده شبه، وصححني يا دكتور لو كنت غلطانه، ان ده شبه اللي الجسم بيعمله لما الست تكبر في السن، في عضلات جفونها ترتخي، فالمخ كرد فعل يرفع العضلات دي لفوق عشان يوازن التاثير. فالبنت الصغيره اللي بترفع حواجبها لفوق قوي دي الحقيقه انها بتدي انطباع انها اكبر سنا، صحيح ولا ايه؟ عاوده بقى يعني الموضوع كده كل احنا ندرسه على بعضه، واللعب فيه كتير جدا 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 اللي هم البوتوكس والفيلرز. بالظبط. البوتوكس والفيلرز دول حقن للمستمعين اللي يعني بيسمعوا لاول مره، البوتوكس معمول علشان نصف الوجه العلوي عشان يقلل التجاعيد العلويه،
والفيلرز عشان يقلل التجاعيد السفليه ما حول العين وما حول الشفايف والبق. دول حاجات اتعملت حضرتك اول ما اخترعت، هي اخترعت علشان تقلل احتياجنا لعمليات شد الوجه. طب عمليات شد الوجه كنا بنعملها لمين؟ كنا بنعملها لسيده فوق 50 سنه، فوق 45 سنه، حصل تهدل شويه فبنشد وشها. العمليه صعبه وطويله وليها بعض المشاكل، فلما جه البوتوكس والفيلرز بقى حاجه تدخلات خفيفه باثار جانبيه اقل وكانت مقبوله لهذا السن. وبعدين ابتدى بقى ينزل السن الى سن 35 30 عشرينات، فطبعا ده مش هو ده السن. هو اللي حضرتك قلتيه ده اللي انا بقى فعلا بقوله. اجي بقى اقول لواحده حضرتك انت عندك ربنا خلق لك، احنا بنسميها عضلات تعبير، عضلات التعبير بقى بالحزن بالاندهاش بالاكل بالشرب كلام من ده، فلازم لا نفقدها. وبالتالي هنرجع تاني للمعادله الاولانيه يا فندم، معادله العوده الى الطبيعي. العوده الى الطبيعي حضرتك لما كنت بتندهش كان بيطلع فوق حواجبك مثلا خطين، الخطين دول بقوا سته، ارجعهم تاني خطين، انما اخفيهم لا. هنبقى بلاستيك لما نخفيهم خالص، ده هنبقى بلاستيك، هنبقى مش طبيعي. مريض مريض لا يعبر. طب وبعد ايه الجمال فيه يعني؟ حضرتك لازم نفقد يعني يفضل عندنا هذه الروح الجميله. وبالتالي بس عاد هي معادله، رغم ان هي معادله اخلاقيه صعبه على المريض وصعبه على الطبيب. هتبقى صعبه على الطبيب ازاي؟ الطبيب بالنسبه له الكلام ده فلوس، يعني الكون ان هو يرفض مريضه جايه تحقن يقول لك طب انا هاخد منها فلوس طالما هي اللي عايزه. لكن احنا في الاخر هنخلق جيل مشوه ونبوظ التكنيك اللي هو يعني ربنا خلق لنا يعني اداه معينه لتحسين حاجه معينه، اما بستخدمها عمال على بطال بتفقد قيمتها في الصح وفي الغلط. وده يقودنا للسؤال اللي بعديه يا دكتور، اللي هو ازاي فعلا ايه اللي محتاجه بقى فعلا عمليه تجميل تختار دكتور مناسب، مش مجرد بزنس تجاري بيستغلها. لان بصراحه انا شخصيا مذهوله من اللي بشوفه على السوشيال ميديا من بعض اعلانات اطباء التجميل بيلعبوا على تشكيك الستات في نفسهم، تسليعهم لاكتذاب الرجال، وان ما حدش هيبص لك او جوزك هيسيبك او لازم توقعي عريس غني يشتريكي بفلوس لو ما عملتيش العمليات دي، ما حدش هيعبرك عشان تفضلي شابه على طول حتى وانت في الستين، او اعلانات موجهه للرجال بشكل فج جدا بصراحه صدمني نفسيا. في اعلان حرفيا لطبيب تجميل بيقول صلح القديمه بدل ما تصرف على الجديده، كانه بيتكلم على جزم مثلا او كنب هينجدهم بدل ما يشتري جديد. ايه راي حضرتك في الاسلوب ده؟ هل في يعني هل في ethical code بيحكم الاعلانات عن موضوع التجميل، وهل يسمح لطبيب التجميل يعلن عن نفسه بهذا الشكل؟ خلينا هو السؤال مقسوم كذا سؤال، يعني حته هاخد الحته الاخرانيه حكايه الاثيكال كود. هو اساسا للامانه ممنوع الطبيب يعلن عن نفسه اساسا بقوانين النقابه ووزاره الصحه المصريه، ممنوع الطبيب يعلن عن نفسه في اي بقى جرايد او سوشيال ميديا. كان زمان حتى تلاقي كده موجود في الاجتماعيات في الاهرام تحت النكته الطبيب فلان الفلاني عاد من المؤتمر في الخارج لمزاوره نشاطه، ده اقصى حاجه يقدر يعملها. تمام. لكن ما يقدرش يفتح يعمل اعلان عن عياده. ولسه كان لحد من 5 و10 و15 سنه النقابه حققت مع ناس عملوا اعلانات، بس طبعا من كتر ما ساعات الدنيا بتزيد قوي قوي قوي، فده في الاول يعني القانون يمنع الطبيب من الاعلان عن نفسه، دي بدايه. كود اوف اثكس بقى او الكود الاخلاقي بتاع الاعلانات هو فعلا موجود في كتبنا وبندرسه، بس هو برده مش بيلتزم بيه الناس، يعني الناس مش ملتزمين بيه. بس انا عايز بس افهم الناس برضو حاجه تانية بقى، عوده الى القصه، مش كون ان احنا بنخوف الناس من غير الطبيعي ان احنا بنقول للناس برضو ما تعملوش، لا لو سمحتوا. لسه في نسبه كبيره جدا 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 من المرضى او المريضات او الرجاله ساعات محتاجين عمليه تجميل. مين بقى حضرتك اللي يقول انا محتاج حقيقي ولا مش محتاج؟ هو دكتور الجراح التجميل المؤهل اللي عنده شويه يعني أخلاق. طب يعني نجيبه منين يا دكتور؟ يعني احنا انا عايز انصح الناس اللي بيسمعونا انه هم كده يعني فعلا بقوا يعني عندهم قدر من الوعي ما كانش موجود قبل ما يسمعوا الحلقه دي، ودلوقتي بيدوروا على حد يقدروا يثقوا فيه، ما هوش تجاري، مش مجرد تاجر تجميل زي اي كوافير، ولكن طبيب محترف زي ما حضرتك قلت، ويحكمه كود اخلاقي للمهنه بيحترم مهنته، مش عايز يعمل حاجه الا اللي فعلا ترضي ربنا واللي هي الشخص محتاجها فعلا وهيستعيد رضاه عن نفسه بعملها. يدوروا عليه فين؟ يلاقوه ازاي؟ انا هقول لحد ازاي. بدايه يعني احنا انا عايز برضو اقول القصه شكلها ايه، اللي حضرتك برضو قلتيها في وسط كلامك وهي كلمه مهمه جدا. هو انا بروح انا عايز اقول لحضرتك ان احنا
المفترض انا كجراح تجميل في عيادتي الخاصه او في المستشفى اللي انا بشتغل فيها يجي لي مثلا 7 8 10 مرضى، ومن كل 10 مرضى يبقى عندي مريض او اثنين او حتى اقصى 3 مرضى محتاجين عمليات، والباقي يا اما علاج خفيف يا اما مجرد دعم نفسي. طب الله حضرتك، ليه بقى بعض الاماكن من الضغوط التجاريه والاعلانات وكذا وكذا هو عايز العشره؟ زمايلنا في بعض الاحيان اللي بيسافروا في الخليج يروح مستشفى تقول له انا هعمل لك اعلان تعمل لي عمليه، يجي صاحب المستشفى يحاسبه يقول له انا عملت لك الاعلان دوت مطلوب منك كل 100 عيان حضرتك تكشف عليهم تعمل لي 90 عمليه، اللي هي نسبه مقلوبه. انا بقول لك بالظبط حضرتك قلت 10% بالظبط كده، اعمل لهم 10 عمليات وارفض 90. فالمريض بقى فعلا في وسط هذه الدوشه يعني، انا للاسف الشديد انا عايز اقول لحضرتك، في وسط هذه او هذا الزخم الجبار من اعلانات السوشيال ميديا والاعلانات اللي في كل حته عن جراحيه التجميل او دكاتره التجميل، المؤهل منهم فقط او المرخص لهم بعمل جراحه التجميل هم 10% منهم، والباقي تخيلي حضرتك مش مرخص كمان. يا خبر ابيض. طب الناس تعرف منين ان هو مرخص يا دكتور ولا لا؟ دي مهمه. حضرتك في امريكا بيعملوا ازاي؟ بيخش يقول انا عايز جراحه تجميل، عايز جراحه تجميل، يقوم داخل على حاجه اسمها الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل. الجمعيه الامريكيه لجراحه التجميل يقول له جراح تجميل ان يور اريا ان يور ستيت في الولايه بتاعتك. تمام. يقوم رايح على الولايه بتاعته يقول له عندك في الولايه بتاعتك 15 جراح تجميل بس كواليفايد ومعاهم لايسنس من الجمعيه. طب الكلام ده في مصر موجود؟ موجود في مصر، موجود في مصر حاجه اسمها الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاطفال. الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاصلاح حضرتك هتتخضي ان هم الدكاتره هو مين فينا بقى يقدر يبقى عضو هذه الجمعيه؟ عضويه الجمعيه دي صعبه جدا. تمام. هي مش تقبل اي حد في الشارع كده يبقى جراح او اي دكتور اتخرج يبقى جراح تجميل، لا لازم يكون بدايه خد تدريبه في الماجستير والدكتوراه ورساله الماجستير ورساله الدكتوراه في مستشفى جامعي تحت اشراف حد يعني نومينيتد من جراحين التجميل وهم معروفين بالاسامي. تمام. وخد شهاده، الشهاده دي شهاده تخصص في جراحه التجميل. يعني لازم يكون اخد دكتوراه جراحه التجميل. ما كانتش دكتوراه جراحه التجميل موجوده من 20 سنه، ده تخصص اضيف، فبالتالي الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاطفال لن تقبل عضو فيها الا بهذه الشروط. والجمعيه دي موجود لها ويب سايت على الانترنت بحيث الناس تقدر تبحث فيه زي ما حضرتك قلت في امريكا الناس بتدخل. الجمعيه المصريه لجراحه التجميل والاطفال. فالناس تدور عليها، تدور هناك لما يحبوا ان هم يلجأوا للطبيب عليه رقابه، مرخص فعلا، دارس فعلا، عارف بيعمل ايه، محكوم بالاثيكال كود. وممكن يعملها بالعكس، يعني ممكن يعمل ايه؟ انا رحت كشفت عند الدكتور ابراهيم الحسنين، هو تعرف اسمه يعني؟ فدور عليه هناك. هو واخد اسمه دور عليه، لقيته عضو، ابقى انا تقريبا قضيت نص السكه، فاهماني حضرتك؟ تمام. او ثلاث ارباع السكه. تمام. وبكده يبقى احنا بعدنا عن الناس اللي هم مدعين. اللي هي مشكلتنا في حاجات كتير جدا في علاجيه، ناس كتير بتدعي العلاج في حاجات كتير مش بس في الطب. يمكن كمان ظهرت في فتره الكورونا بقى كل الناس تعالج كورونا يعني مثلا. بالظبط. يوم عامل فيديو يقول لك يلا بينا تعالج. بالظبط. طيب اخيرا بقى يا دكتور، عايزين نصيحه من حضرتك كرجل للرجاله اللي بيبعتوا زوجاتهم يعملوا عمليات تخلي شكلهم بلاستيك وكلهم شبه بعض ويفقدوا شخصيتهم المميزه. نصيحة منك كدكتور وكرجل للرجال عشان هيسمعوا منك أكتر ما هيسمعوا مني. هو الرجل مهم جدا 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 إن هو يبقى عارف إن هو ما يعني الجزء بقى تاني النفسي، حضرتك برضه تقدري تقولي للراجل أكتر مني. أنا عايز أبقى ساعات أقول له طب بص لنفسك يعني حاجة يعني برضه إشمعنى أنت يعني ما تعتبرش إن أنت يعني الزيادة أو العيب اللي أنت شايفه هو عيب أساسي فيك في زوجتك، هو مش عيب. لكن انت زي ما قابلت زوجتك بشكل معين وانت جاي ليك بشكل معين خلاص ارجوك لازم ومن حقك على فكره تيجي مع مع مع, مع زوجتك لحد من اللي احنا قلنا عليهم متخصصين كده وتقول لهم وتساله هل هذا فعلا عيب يحتاج لصلاح ولا دوت مقبول، ونسمع كلام الدكتور ونسمع الكلام اللي المتخصص هيقوله وننفذه. بالظبط. دكتور وائل صقر أستاذ جراحة التجميل، شكرا جزيلا لحضرتك لوقتك وعلمك، وإن شاء الله نكون أفادنا كل المستمعات والمستمعين حول العالم بهذه المعلومات القيمة من متخصص محترف ويحترم أخلاق المهنة زي حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا، سعيد جدا 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 بوجودي مع حضرتك. أشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا.
لو في حد تاني ان شاء الله يكون يعني في مرة تانية او اي استفسارات طبعا تتعرف عليك اكيد ان شاء اكيد، الله. اهلا وسهلا بحضرتك في اي وقت، واكيد هيبقى في اسئله كتير في التعليقات، فحضرتك براحتك خالص تقدر ترد عليها، بإذن الله. ونقدر نبقى بعد كده نعمل فولو اب، نعمل حلقه تانية نرد على الاسئله ان شاء الله. إن شاء المستمعين الله. الكرام، شكرا جزيلا ليكم على حسن استماعكم، وارجو نكون افدناكم. على الشاشه دلوقتي روابط قوائم الحلقات المتعلقه بهذه الحلقه. اشكركم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.